السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. يتم إعادة نشر هذا الفيديو لواحد السبب، واحد الخطأ بسيط كنت دار، يعني خانني التعبير ربما، وكذلك راه يعني عمقت البحوث ديالي في القوانين، وكيف ما غتشوفوا معايا راه ما خليت حتى شي يعني مواقع ديال القوانين. في الليل كنقلب وكنبحث باش نفهم النص ديال بصح واحد الكلمة كنت قلت في القانون ديال 110 بيس، اللي هو القانون ديال السناتورية ديال السويس أوضاع المهاجرين، أنه الناس اللي عندهم الفوليو ديال الفيا راه ما غاديش يدفعوا لهم. ولكن كان خطأ مني انه ما كيتكلموش على الفوليو ديال الفيا، ولكن كيتكلموا على البروفيديمنتو ديسبولسيون، يعني الطرد. والطرد رقم 13 كوما 1 كوما 2، مني مشيت قلبت على الطرد رقم 13 كوما 1 كوما 2 لقيته هو الطرد لامينيستراتيف، والطرد الاداري كيكون من وزاره الداخليه ولا من البريفيتورا، يعني التريدي شي كوما 1 من الوزاره وزاره الداخليه، والكوما تريدي شي كوما 2 كيكون من البريفيتورا. فيما يخص الناس قالوا لي لا، راه خاص يكون الطرد من عند المحكمه. الطرد هي المحكمه يا اخوان، هو يا اسبوسيوني جوديتسياريا، ولا الرقم القانون هو رقم 15 واللي هو غير مذكور هنا. صراحة مذكور القانون رقم 13 كوما 1 كوما 2 كيتكلم على الطرد من البريفيتورا ولا الطرد من الوزارة. وانا كنت قلت الفوليو ديال الفيا اللي لا علاقة له بالامر، الطرد حاجة والفوليو ديال الفيا حاجة اخرى. لذلك كنت بغيت ندير هذا التوضيح، حيت في الدقيقة 8 في الفيديو اللي كنت نشرت راه كان واحد الخطأ صغير، لذلك راه صححته هنا وكنعتذر منكم بزاف يا اخوان. نتمنى انكم تقبلوا الاعتذار ديالي، يعني ربما كان واحد السهو، ويعني من شفت ليسبولسيوني قلت يعني خلط الامور ما بين الفوليو ديال الفيا وليسبولسيوني. كنتمنى انكم تسامحوا ليا وكنعتذر منكم بزاف، وغنخليكم مع الفيديو راه تم التعديل ديالو، وراه دابا كانت واحد نقولوا حنا 10 ثواني اللي زايده في هذاك الفيديو ما كانش خاصها تنشر، لذلك اعتذر منكم مجددا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان والاخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غندويو على الرسمي، كنت كنقول لكم ديما ندويو في الرسمي، ان شاء الله اليوم ندويو في القانون اللي خرج ديال تسوية وضعية المهاجرين في إيطاليا. الحمد لله القانون خرج بعد صراع كبير، والبارح الوزيره بيلا نوفا مني ذكرت الخطاب راه بكات، يعني تاثرت بزاف وعينها غرغرو، وقالت لهم انا فرحانه بزاف حتى القانون تقاتلات هي والوزيره ديال الداخليه لامور جازي على باش يخرج للوجود. الحمد لله خرج، مبروك الاخوان والاخوات. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندويو على شكون اللي عنده فيه الحق، امتى غتبدا تدفع، كيفاش تقدر تدفع، شكون اللي ما عندوش فيه الحق، وكل شيء. يعني اي سؤال على هذا القانون غادي نوريكم القانون بعينكم. انا راه عندي دابا الديكريتو اللي خرج قانونيا، غنوريه لكم وغنشوفوه خطوه بخطوه. كنهضروا على القانون 110 بيس. اذا كنت اول مره كتشوفني، انا سميتي سفيان، هذه قناه اخبار ايطاليا، شاركوا في القناه باش تبقاو تتواصلوا بكل جديد ان شاء الله. قبل ما نبدا، واللي كيتذكر الفيديو اللي كنت درت سابق، اول فيديو وتقريبا الوحيد اللي درت على السناتوريا بالضبط، الفيديو اصلا كان العنوان ديالو ضغط كبير من الصحافه الايطاليه على الحكومه باش دير هذا القانون، وذكرت لكم بالله راه كان واحد الاتفاق ما بين اربعه الوزراء، وبالله راه كان يعني ضغط من المانيفيستو من الريبوبليكا ومن الفاتيكان، حتى هويا الصحيفه ديال الفاتيكان كانت دايره تاثير بزاف على الحكومه. واللي كيتذكر فيكم مزيان ذاك الفيديو، انا كنت قلت لكم ما تفرحوش بزاف، ما تعاونوش بزاف. علاش؟ حيت 49% يقدر ما يكونش، و 51% يقدر يكون، يعني رجحت الكفه ديال انه يكون ب 1%، يعني فرق قليل. علاش؟ حيت كنت عارف الصراعات اللي كانت في الحكومه، وفعلا راكم شفتوا السيمانه اللي دازت كامله، درناه لا ما درناش، في الليل كيتفقوا، في الصباح كينوض كريمي تيقول لي لا. هذا الكريمي صراحه حقه، راه كيحاولوا باش يحيدوه من رئاسه ديال ليدر ديال الموفيمنتو شينكوستيل، نتمنوا خير. كيف ما كتشوفوا معايا الارتيكل رقم واحد ديال هذا القانون تيقول لك بلا، راه كيسمح للناس اللي حارقه هنا في ايطاليا ما عندهاش الاوراق، اللي خدامه في واحد الفلاحه، وغادي نجيو نشوف واحد الكاتيجوريات اللي خدامه فيهم، اللي خدامه في هذه الكاتيجوريات راه يقدر الباترون ديالها يدير لها كونترا ديال الخدمه مؤقته، بشرط انهم يكونوا دخلوا ايطاليا كيف ما كتشوفوا معايا في 8 مارس 2020، يعني خاص تكون عندك شي ورقه كدل انك راه كنتي هنا في 8 مارس 2020. يعني الناس اللي غتجي من ورا هاد من ورا هاد يعني اللي دخلات لطاليا من ورا هاد التاريخ، ولا باغا تجي من دول اوروبيه ولا شي حاجه، خاصها تبرهن، يعني خاصك تبرهن على امتى دخلتي لطاليا. والبرهنه راه تقدر تكون باي حاجه، يعني غير ورقه ديال السبيطار، مشيتي شي السبيطار البرونتو سكورس ولا شي حاجه، راه هادي كافيه جدا. فيما يخص القانون رقم 2 كيهضر على الناس اللي سكادا ليهم البيرميسيو ديال السوجورنو نهار 31 في شهر 10 2019، قبل هذا التاريخ، يعني قبل 31، قبل شهر 11 حنا نقول،
اوكي اللي سكاداليه يعني سكاداليه راه وليتي حارق ديك الساعه على سالك البيرميسو. هاد الناس اللي كان عندهم بيرميسو مشى لهم في التاريخ من تحت 31 في شهر 10 راه يقدروا يدفعوا في هذا القانون ويطلبوا البيرميسو الكونترا جديده. تبعوا معايا دقه دقه غنمشيو نشوفوا القوانين كامله يا اخوان. القانون رقم 3 كيحدد لينا شكون هما هاد الناس اللي غيقدروا يدفعوا القانون. الناس اللي غيقدروا يدفعوا القانون هما الناس اللي خدام في الفلاحه، وكنهضروا على الفلاحه بجميع يعني حتى في الراعي الاغنام، خدام في الناس اللي في تربيه المواشي ولا في اي حاجه. هاد الناس اللي خدام في هاد الستوريات ماشي يعني الفلاحه يعني عارف الحقل وداك الشيء، الناس اللي خدام في هاد الشيء راه عندهم الحق. الناس اللي خدام في البيسكا يعني في الصيد في الاكواكولتورا ولا تيفيتا كونيسي يعني كاع داك الشيء اللي داير بالصيد وداير بالفلاحه. فيما يخص النقطة الثانية يا إخوان، هذا القانون خاصكم تعرفوا راه صعب جدا وحق الله العظيم إلا صعب بزاف يعني للترجمة، ومع ذلك حنا راه كنقراو الديكريتو وخاصنا نتسناو كذلك القوانين اللي غتخرج من وزارة الداخلية، حيت مازال غادي يكتبوا واحد القانون اللي هذا الشيء غير القانون اللي دار في المرسوم، أما خاص هذا المرسوم خاص يترجم بقوانين اللي غديرها وزيرة الداخلية لامورجيز وراه خدام فيه دابا حاليا. كذلك الناس اللي خدامه لافورو دوميستيك اي خدمه في الدار، يعني الناس اللي خدامه كتخدم في الدار اللي كتعاون في البوليسيه اللي تدير بضانتي كولف كاع هذوك الانواع ديال الخدمات اللي كيداروا في الديور عندهم الحق حتى همايا الباترونين ديالهم يخدموهم ريغولا ويدفعوا القانون يدفعوا الدوماندا ديالهم ياخذوا البيرميسو تيمبورانيو راه غيعطيوه بيرميسو مؤقت لمده 6 شهور. غنزيدوا النقطه 4. نقطة 4 كتقول بلي راه هاد الناس اللي غيخدموا خاصهم يخدموا بواحد الطريفة اللي غيخدموا بها والاسمين اللي خاصها ما خاصهاش تكون نازلة تحت الكونتراتو ناسيونال، يعني هذاك الكونتراتو ناسيونال يعني تحت السميك، ما يخدموش قل من السميك، السميك هو اللي خاصو يدار ليهم اقل حاجة. هاد النقطة 5 كيقول لك انك تقدر تبدا تدفع الدوماندا من نهار 1 في شهر 6 حتى 15 في شهر 7، عندكم 45 يوم باش تدفعوا الطلب باش تسويات الوضع ديالكم. في النقطة باء في نفس الارتيكول يعني كنهضروا دائما في نفس الارتيكول راه تيقول لك انك تقدر تطلب دوماندا في الكويستورا، يعني اللي بغى يطلب الطلب ديال بيرميسيون سوجورن في الكويستورا او الا كان عن طريق الباترون ديالو خاصو يمشي للسبورتالو اونيكو بيرليميغراسيوني هو اللي تدفع فيه الدوماندا. كذلك النقطه رقم 6 راه كيتكلم على انه الناس الباترون اللي غايدير راه خاصو يبين بلي راه اوراقه واضحين تماما، يكون مخلص الكونتريبيوت ديالو واضح مع الدوله، ما عندوش زعما كاين شي حوايج اللي تقدر بسببهم يترفضوا الدوماندا ديالو. وغادي نمشيو نشوفوا شنو هما الاسباب اللي تقدر ترفض على حسب الباترون ولا على حسب السيد اللي طالب علاش يرفضوا ليه. كذلك في النقطه رقم 6 يعني الارتيكل رقم 6 كيتكلم على شحال خاصهم يدفعوا، هذا هو المهم عند الدوله، شحال خاصهم يدفعوا باش يدفع الدوماندا. الدوماندا باش تدفع خاص تخلص 400 اورو يا اخوان باش تدفع الطلب للكوستورات ولا للسبورتال اونيكو بيرليميغراسيوني باش تدفع طلب ديال تسويه الوضع ديالك. وكيتكلم كذا وكيشرح كذلك هاد 400 اورو ديالاش وارقام اخرى، حنا غادي نشرحوا يعني حيت الارتيكل طويل وداكشي طويل غنشرحوا يعني غير بالحوايج اللي مهمه لك نتايا ماشي الباترون وداكشي. في النقطه رقم 7 تيقول لك ان الطلب يتقدر يترفض الا كان الباترون اللي غيدفع لك تم الكوندانا ديالو يعني تحكم عليه ضده في المحكمه واخا باقي غيستأنف ولا شي حاجه، لا الا كان في البريمو غرادو يعني في الابتدائي حكموا ضده راه غادي ترفض الدوماندا الا كان يعني تحكم ضده. فكان كيسفروا تيليميغراسيون يعني كيستغل الناس في المهاجرين في الفلاحه، كيدير استغلال داكشي ديال البروستيتيون الدعاره، كيستغل الاطفال، كيستغل يعني بزاف ديال واحد الانواع ديال الجرائم اللي الا تحكم على هذاك الباترون بها راه غادي ترفض اوتوماتيك الدوماندا اللي غيدفع ولا لهذيك المهاجر. يعني النصيحه هو انكم تسولوا وتعرفوا شكون هذا السيد اللي غيدفع ليكم، يكون شي واحد نقي باش نتوما ما تضيعوش الوقت، حيت الا الله يسر دفعتي مع واحد اللي وراقيه مسخين وغادي عندك 45 يوم في كل شيء وصدق هما رافضين ولا شي حاجه ما تلقاش حتى الوقت اللي فاش تعاود تقلب على شي حد ولا شي حاجه. يعني في الاول تكون اموركم واضحه وعارفين لمن تسولوا وعارفين لمن غادي تمشي وباش يدفع ليكم. كذلك كيترفض انه يتعطاكم البيرميسو الى الشخص الباترون اللي كان مخدمكم هذيك 6 شهور ما عاودش جدد معكم الكونترا. الا ما عاودش جدد معكم الكونترا راه حتى شي حاجه ما كاينه، راه المشكل اللي داروا هنايا راه بحال عطاكم واحد البيرميسو مؤقت يعني واحد الاقامه مؤقته باش الناس تمشي تخدم في هذا البيريود اللي هما محتاجين بزاف الخدام. ولكن الناس اللي غتمشي تخدم خاصها تخدم دابا، يعني هذيك اللعبه ديال انك تدفع وتاخذ بيرميسو وتمشي دير حاجه اخرى ولا تنزل المغرب، لا خاصك تخدم في هاد 6 شهور عادش غادي يبداو الكونترول ديال بصح، عادش خاص الباترون ديالك يجدد لك الكونترا، الا ما جددهاش لك غادي ترفض لك الدوماندا. ولكن في نفس الوقت اذا كان هو ما باغيش يجدد لك حاول انت في هذيك 6 شهور قلب على شخص اخر
فلاح اخر يجدد لك الكونترا ودفع بها، يعني حدوا ريوسكم وعرفوا ريوسكم اش كديروا الاخوان. كذلك نجيو المهاجرين اللي غادي ترفض لهم الدوماندا، ما غاديش تم تسويه الوضعيه ديالهم. الناس كاع المهاجرين اللي فايت مديرين الاسبونسيون مجرين عليهم، والناس اللي تمت السينيالات السوري ديال يعني دات سينيالا وفي شي بلاد اخرى ولا شي حاجه. المهم الناس اللي دايرين الصداع في شي دوله اخرى ومسينياليهم هذيك الدوله للدول كاملين ديال الاتحاد الاوروبي ويطلع عليهم في السيستم دابا من غير يدفع، هذاك حتى هو غتم رفض الدوماندا ديالو. كذلك الناس اللي يعني فاتت تحكم عليها بسباتشو، الناس اللي كد الله يعفو كدير سباتشو وفيت تحكم عليها، والناس اللي كتدير الهجرة السرية، يعني جاي كتجيب بنادم من خارج ايطاليا كتجيبو لطاليا، ولا من ايطاليا كدير ليه الهجرة السرية لفرنسا، يعني فاتت تشدو على هادشي وداكشي. وبزاف ديال الجرائم بنادم خاصو يكون سجل العدلي ديالو نقي صراحة. هاد الناس غتم الرفض ديال الدوماندا ديالهم. كذلك الناس اللي غتم رفض الدوماندا ديالهم هما الناس اللي قدروا يشكلوا خطر على ايطاليا كما كنشوفوا في النقطه، يعني هاد الناس كلهم اللي ذكرنا دابا راه غادي ترفض لهم الدوماندا الا كانوا يعني بنادم كما قلت لهم خاص يكون نقي مع الدوله. نمشيو نشوفوا الارتيكول 10. الارتيكول 10 تيقول لك بالله راه انه الناس اللي هاد يعني الباترون ولا الخدام ما غاديش تم العقاب ديالهم، ما غتعاقبهمش الدوله، حيت مثلا الباترون خدم واحد نيرو ما خلص عليه كونتريبوتي، ما خلص عليه ليطاسي، ما خلص عليه حتى شي حاجه، ما غيعاقبوش وغيحبسوا العقاب ما غيكونش. كذلك المهاجر ما غيعاقبوش حيت دخل ايطاليا بطريقه غير شرعيه، يعني هذا الشيء غيحبسوه. كذلك الارتيكل راه مازال طويل اخوان، وبزاف فيه بزاف الحوايج اللي هما يا كيتهضروا على طريقه ديال كيفاش يصايبوا الاوراق، كيفاش غايتورغانيزاو الكويسورات وداك الشيء. يعني الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لكم هو انه البريميسور ما تقدروش تمشيو ليه المغرب، يعني راه مؤقت، خاصكم تبقاو جالس هنا تدوزوا 6 شهور ديال الخدمه. ملي تسالوا 6 شهور ديال الخدمه تاخذوا البريميسور اللي هو رسمي ديك الساعه ديال بصح ديال الخدمه، وهذيك الساعه تقدروا ديروا به اللي بغيتوا، تمشيو للمغرب تبدلوا الخدمه، تخدموا في الفلاحه، تخدموا في شي حاجه اخرى. المهم ديك الساعه ما كاينش مشكل غير عندكم بريميسور ديال السوجورن ديال بصح. اما الا شي واحد ديكلارا حط بيرميسو ديال السجورن بواحد الكونترا فالس ولا شي حاجه، راه غيديروا الكونترول، الا لقاو داكشي فالس راه غيتم الريفوكا، يعني غادي يتم التشطيب على هذاك البيرميسو ديال السجورن، ومولاه ما غيعاودش يتجدد ليه. كذلك راه كاين بزاف ديال العقوبات اللي ذاكرناها في القوانين اللي من بعد هذا القانون 13 14 15 حتى 22 يمكن ما ذكرتهاش. علاش؟ حيت قلت لكم انا كيفاش اسكورغانيزاو وكيفاش يطبقوا القوانين. اخوان الوحده الليل هذه انا سجلته باش غدا غنلوحو ان شاء الله حدايا ورايا هنا الجيران خصهم ينعسوا، داكشي علاش هبط الصوت ديالي. كنظن انني جاوبت على الاسئله ديالكم كاملين. نتمنى ان الفيديو يكون فادكم، الا فادكم نشروه، تصيفطوا لصحابكم اللي ما عندهمش الاوراق، صحابكم اللي باغيين يعرفوا القوانين اش كاين، تهلاو ليا فرصكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.